كلمة للجمهور الله يخليك محمد سبورت تي في. والله احنا متحمسين يعني كلش. اكثر واحد متفائل حتى كاساس ما كان متوقع نخرج الشوط الاول بهذه النتيجة، وهذا يعني دعوات الجمهور وكل هذول الناس اللي جايين حبهم للمنتخب انه يتخطى هاي كل الصعاب. مرات من الضغوط ومن المشاكل اللي تصير ينولد منتخب من جديد. اعتقد منتخبنا لغاية الان بشكل مغاير بفوز يعني مثير جدا. اتمنى انه يستمر الاداء والتركيز الى نهاية المباراة حتى نقطع شوط كبير في هذه البطولة. شكرا كابتن ركان. كان وياكم ابو تراث في القناة محمد تي في سبورت. معانا والد اللاعب علي عدنان في حديث في قناة محمد تي في سبورت. ابو علاوي، قناة محمد تي في سبورت، شنو رايك؟ شنو شعورك؟ والله شعوري بيض. نتمنى ان الفرحه تدوم لهذا الشعب العظيم الجاي وتعبان عايف عوائلهم. نتمنى لهم الموفقيه والنجاح على اللاعبين. ان شاء الله كل الامور السلبيه اللي صارت ان شاء الله تتكلل بالنجاح في مباراه اليوم. نتمنى الموفقيه لفريقنا وان شاء الله يفرح هذا الشعب العظيم ان شاء الله. اشكرك ابو علاوي. كلك بركه وجيب حبيبي. ها منو؟ مبروك مبروك حبيبي. الله منو هذا؟ واحد شافي. يلا يلا انت باع على الولد. يلا وجيب شوف الحبيبي. واحد شافي.